ما انا مش هقول لك تفاصيله بقى عشان ده تفاصيله سريه. هو الفتره دي بيكتب المسلسل ان شاء الله، هندخل بعد رمضان باذن الله، وهيبقى ان شاء الله يعني زي ما عجبكم الجزء الاول، ان شاء الله ان شاء الله هنحاول ان الجزء الثاني يعجبكم باذن الله. شخصيتك كان فيها كده ملامح حلوه قوي، وست كده كل الناس قريبه من كل الناس كتير قوي، هل في تطور في الشخصيه اصلا او في ابعاد؟ والله حسب المؤلفه بقى والمؤلف، المؤلفه هي اللي هتودي الشخصيه في الاتجاه اللي هي عايزاه، محدش فينا عارف اي حاجه. احنا في الجزء الاول كمان كان ما كناش عارفين، يعني كانت كريمة بتعيش مع اللواء وبتعمل المشاكل اللي بتعملها، بس النهاية دي كانت مفاجأة بالنسبة لي زي ما هي كانت مفاجأة بالنسبة للجمهور. المسلسل وقت عرضه دخل ترند يوتيوب، والنهاردة شايفين مسلسلات كتيرة بتبقى ترند، تتوقعت سبع جار يبقى ترند برضه الفترة؟ يا رب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. أكتر مسلسلات عجبتك إيه مؤخرا بره الأوف سيزون؟ والله أنا اتفرجت على أهو ده اللي صار دلوقتي بتفرج عليه، حلو أوي. اتفرجت على أبو العروسة، مسلسل جميل ورائع وشيك وهادي كده، وشبهنا شبه البني ادمين قوي. فان شاء الله يا ريت المسلسلات كلها تبقى نفس النوعيه، الناس زهقت من الدوشه والضرب والاكشن والحروب والمخدرات والحاجات دي، عاجبهم قوي. انا بشوف ناس كتير بتقابلني بتقول لي حلو جدا اللي انتوا عاملينه ده، فيا رب كده ان شاء الله كل الاعمال تبقى كده. اغاني ايه عجبتك بقى؟ الشرنوبي عجبك مؤخرا او؟ لا بص، انا تامر حسني، يعني تامر حسني الالبوم بتاعه بصراحه عجبني كله يعني. شفت طبعا. عندك حاجه تانية غير سبع جار؟ لا لسه بقى، لسه ان شاء الله لو جت حاجه حلوه هقول لكم باذن الله. سهام راحت فين؟ سهام مش اختي ما دي مبدئيا، يعني هي سهام زميله وفاضله وكل حاجه، بس هي مش اختي. تمام، بس لو كتير ربطوا بنت طول الوقت من واحنا صغيرين. تمام، شكرا جدا. ميرسي ميرسي لي.